السلام عليكم أعزائي، اليوم حنعلمكم كيفية تنزيل برنامج وين للبطاقة الذكية وكيفية تثبيته. أول ما نبدأ نروح على محرك البحث جوجل أو كروم، نضغط عليه، بنكتب بالعربي حول برنامج وين، ومنضيف إليه بالإنجليزي كلمة ABK لسهولية البحث، ونضغط البحث. هون بيطلعنا صفحات على جوجل، نختار for underwear ABK download ونضغط هون، بنتقل لهالصفحة، هي الصفحة الرئيسية لبرنامج وين. نضغط على تحميل، بيطلع لنا صفحة جديدة هي المواصفات للبرنامج، كمان نضغط على تحميل. هون هلا هون بيطلع لنا مكان تنزيل البرنامج، نضغط تنزيل، نضغط حسنا. هلا هون برنامج بلش ينزل من النت على موبايله، ننتظر بعد الوقت تقريبا شي 40 ثانية مو اكتر، هو بيبين معنا لحاله وكيف عم ينزل، يعني تطبيق وتنزيله سهل وتثبيته سهل. تبع الخطوات اللي انا عم اشرح لك اياها ما بتلاقي اي صعوبة. هلا البرنامج وصل لمرحلة تقريبا حينتهي، برنامج تكامل سهل التعامل فيه، بيعطيك كل المعلومات اللي بدك اياها. هلا البرنامج انتهى تقريبا، اكتمل التنزيل، نضغط على بيطلع لنا هل تريد تثبيت هذا التطبيق، اضغط تثبيت، بلش التثبيت على جهازك. نضغط فتح، هيكون برنامج نزل على جهازك. طريقة تفعيله، نضغط موافق ونضغط هون رقم موبايلك، شو رقم موبايلك، يعني هو رقم اللي انت اللي حاطه، فأنا راح أحط رقم موبايلي. نضغط تسجيل. هلا هون أكيد نكون متصلين بالنت، بيبعتولنا رقم تأكيد برسالة نصية، بنحط رقم التأكيد بهالخانة. طبعا رقم التأكيد هو بتجي برسالة، نضيفه ونكبس أو نضغط تأكيد. وهيك كون برنامج نزل عنا وتمت عملية تثبيته بنجاح، وألف ألف مبروك، أعطيكم العافية.